إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، كالعادة لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو، ما تنسوش يا أصدقائي تضغطوا على زر لايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا، وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني وبتفرحني. ربنا يسعدكم جميعا بإذن الله. ولو لسه أصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة أو أول مرة تشاهد فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش أصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديدة. والنهاردة أصدقائي هقدم ليكم أفضل نسخة محاكي جيم لوب بيتا. طبعا أنا هسيب لك الرابط موجود أسفل الفيديو في الوصف. كل اللي عليك إنك هتحمل النسخة وتبدأ تثبتها بالخطوات اللي انا هعملها معاكم في الفيديو. كل اللي عليك يا صديقي بعد ما تحمل النسخه هتلاقي النسخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل اللي عليك عشان تثبتها كالعاده انك انت بتضغط عليها دبل كليك عشان تبدا في عمليه التثبيت. بعد كده هتضغط على يس، هتظهر ليك الواجهه اللي انتوا شايفينها تينسنت جيمنج بادي، النسخه القديمه خالص. ولكن يا اصدقائي ما تقلقوش، التحديث جاي وانتوا بتثبتوا التحديث جاي، ما تقلقوش خالص. هنا يا اصدقائي بتختاروا المسار اللي انتوا عايزين تثبتوا فيه المحاكي او تثبتوا فيه اللعبة. فانت عندك الدي، هو حاليا في الافتراضي انا عندي على الدي، فانت لو عندك اي بارتيشن تاني ممكن تخليه في السي او الدي، يعني المكان اللي يريحك عادي مش مشكلة. لو انت عندك اس اس دي على الجهاز بتاعك فانا انصحك انك انت طبعا تختار الاس اس دي سواء الدي او السي، تمام اصدقائي؟ ولكن في الغالب الاس اس دي بتاعك هيكون في السي، هو هيكون السي لانك انت اكيد مثبت الويندوز او نظام التشغيل على الاس اس دي مش على الاتش دي دي. بتختار المسار من هنا وبعد كده بتضغط على انستول، هيبدا طبعا يثبت معاك نسخه المحاكي زي ما انتم شايفين. دي اصدقائي بتعتبر افضل واسرع نسخه محاكي بيتا من نسخ جيم لوب، فانا انصحك بالنسخه دي بالتحديد لانها بصراحه من اجمل النسخ اللي انت ممكن تلعب عليها لعبه بوبجي. بالنسبه للاعدادات بتاعتها كلها مظبطه، ما فيهاش اي مشاكل على الاطلاق، يعني لو محاكي الصيني ظهرت ليك مشكله المحاكي البيتا مش هيظهر ليك مشكله. فبالتالي بصراحه نسخه محاكي ممتازه جدا، انا انصحك انك انت تلعب عليها وانا عن نفسي بلعب عليها في الوقت الحالي. كل اللي عليك انك بتنتظر لحد ما يخلص تثبيت. تمام اصدقائي، هو دلوقتي خلص تثبيت وعمل لينا ايقونه على سطح المكتب بالشكل ده. فطبعا دلوقتي كل اللي عليك انك بتضغط على ستارت، اول ما تضغط على ستارت هيبدا يفتح ليك المحاكي. بعد ما يفتح ليك المحاكي اصدقائي طبعا هو بيبدا بشكل اوتوماتيك يحمل لعبه ببجي، يعني هو دلوقتي زي ما شايفين بيحمل لعبه ببجي بالشكل اللي انتم شايفينه. وطبعا هنا زي ما انتم شايفين في كذا نسخة من لعبة ببجي، في ببجي موبايل جلوبال العالمية، في ببجي موبايل التايوانية، وفي ببجي موبايل الفيتنامية، وفي ببجي موبايل الجلوبال اللي هي العالمية اللي احنا بنحملها في الوقت الحالي لان انا مش بلعب غير العالمية. فبالتالي طبعا تقدروا تستنوا لحد ما اللعبة تتحمل. ولو انت في الهوم هنا فانت طبعا بتلاقي مثلا لعبة فري فاير، بتلاقي ببجي موبايل، بتلاقي كول اوف ديوتي، بتلاقي طبعا الالعاب المشهورة اللي بتشتغل على المحاكي، تمام؟ زي فري فاير، ببجي موبايل، كول اوف ديوتي. فانتوا زي ما شايفين طبعا من السهل جدا انك انت تحمل وتثبت اللعبه. بعد ما بيخلص في حاجه مهمه جدا لازم تعملوها، زي ما شايفين طبعا الثلاث شرط دول في نقطه من فوق زي كده النوتيفيكيشن او الاشعار، فهو دلوقتي عايز يعمل ابديت ناو. فبعد ما بتخلص تثبيت اللعبه ما تنساش تعمل الابديت ده او التحديث للمحاكي. هننتظر لحد ما يخلص وبعد كده نعمل خطوه التحديث دي مع بعض.
ورجعنا لكم مرة تانية أصدقائي بعد ما تم تحميل وتثبيت اللعبة، وهنا طبعا بخيارك بيقولك انت عايز تلعب على ريزوليوشن ايه. هل انت عايز تلعب على ريزوليوشن 720p ولا انت عايز تلعب على ريزوليوشن 1080؟ فانا عن نفسي هختار 720p. لو انت طبعا الجهاز بتاعك يعني قوي جدا، الشاشة بتاعتك كويسة، فانت اختار الخيار اللي يناسبك سواء ال 1080 او 720p، وبتقطع على سيف وبتستنى لحد ما اللعبة تفتح معاك، وبعد كده تكمل باقي تحميل حزم التحديثات وحزمة ال HD علشان الاعدادات بتاعة التحكم والازرار بتاعة اللعبة تكون مظبوطة معاك داخل اللعبة. ولكن طبعا هنا دلوقتي احنا هنعمل او هنقفل الجزء ده علشان في جزء مهم جدا لازم نعمله، وهو التحديث في المحاكي. زي ما شايفين طبعا بيقول لك هنا اوبن، يعني كده اللعبة اتحملت وكل حاجة تمام. هنا صديق كل اللي عليك انك بتيجي على الثلاث شرط دول وبتقطع على ابديت ناو بالشكل ده علشان تبدا تحمل التحديث. فانت كل اللي عليك انك تضغط على ابديت ناو. مهم جدا انك انت تحمل التحديث الخاص بالمحاكي علشان وانت وبتلعب او الاعدادات بتاعتك او التحكم او كل حاجه تكون مظبوطه معاك داخل اللعبه وعلى المحاكي كليا، يعني مش في لعبه واحده، لا بالعكس ده في كل الالعاب، بحيث اداء المحاكي يكون شغال مظبوط معاك. طيب هو دلوقتي خلص تحديث، فانت كل اللي عليك انك تضغط على اوكي. هو دلوقتي بيبدا يعمل ريستارت وبيبدا يقفل المحاكي وبيبدا يثبت الاصدار الجديد من المحاكي، بيعمل له ترقيه او تحديث بطريقه كده ذكيه. زي ما شايفين طبعا هنا بيقول لك انستولينج ناو بليز ويت، فكل اللي عليك انك تنتظر لحد ما يخلص تثبيت. طبعا يا اصدقائي بعد ما المحاكي يخلص تثبيت للتحديث بتلاقيه طبعا فتح لوحده زي ما انت شفت يعني. فانت كل اللي عليك هنا زي ما شايفين الثلاث شرط دول مفيش اي تحديثات خلاص. لو انت ضغطت هنا بيقول لك انت بالفعل مستخدم اخر اصدار من نسخه المحاكي. طيب كل اللي عليك انك بتيجي على الثلاث شرط دول وبتيجي على السيتنج عشان تظبط الاعدادات. انا عن نفسي هشيل التلات علامات من هنا، مش هخلي ولا علامه، تمام، تظبط اللغه. بعد كده بتيجي على الانجن، انا هختار الدايركت اكس بلس، هعلم على دول كلهم. عن نفسي الميموري هختار 4، هنا هختار 2 ماشي، هنا هختار اقل ريزولوشن اللي هو 1024x576، عشان كده كده انا بستخدم البرنامج اللي بحسن بيه اداء المحاكي للفريمات اللي انا شرحت اللي هو مصنع الفريمات، اللي هتلاقيه في القناه يعني. بعد كده الموديل الجيم، هنا اختار الاس دي، هنا اختار السموز، هنا اختار التسعين فريم. دي الاعدادات بتاعتي في اللعبه، واضغط على سيف. تبدا بعد كده تدخل على اللعبه وبتلعب عادي، مش هتلاقي فيه اي مشاكل خالص. بعد كده بتيجي على ببجي موبايل وبتضغط على اوبن. طبعا في فيديو تاني ان شاء الله هيكون ازاي اخليكم تعملوا اختصار للعبه ببجي بحيث انكم تضغطوا عليها تفتح معاكم بسرعه البرق ان شاء الله يعني. عشان الفيديو ده ما يطولش زياده فاستنوا الفيديو ده مني ان شاء الله، هيكون فيديو ممتاز جدا اخليكم تفتحوا المحاكي بسرعة رهيبة جدا. وهنا اصدقائي لو ظهرت لكم الواجهه دي كل اللي عليك انك اعلم هنا واضغط على ستارت جيم، بس دي الخطوه اللي انت هتعملها. وطبعا يا اصدقائي زي ما شايفين اللعبه فتحت معانا، وهو دلوقتي طبعا بيحمل التحديثات اللي هي لازم تحملها علشان خاطر تقدر تلعب اللعبه. يعني كل حاجه تمام، مفيش اي مشكله خالص لا في اللعبه ولا في تحميل اللعبه ولا في تحديثات اللعبه ولا في تحكم اللعبه ولا في كل حاجه تمام، واعدادات المحاكي كلها مظبوطه 100%. طبعا هو دلوقتي هيبدا يجيب لك الحزمه اللي انت هتختارها علشان تحمل اللعبه. فانا هنا هقول لك الخيار الامثل. هنا عندك الخيار ده وعندك الخيار ده. الخيار ده 366 ميجا، ولكن اللي يهمنا الخيار ده اللي هو 717 ميجا، وبتضغط على اوكي. بتحمل الحزمه الكبيره اللي هي 717 ميجا مش ال 300 ميجا، تمام؟ ليه طيب انا بحمل الحزمه الكبيره؟ الحزمه الكبيره اصدقائي علشان اعدادات التحكم كلها، الكنترول بتاع اللعبه تكون نازله مع التحديث او نازله مع الحزمه، بحيث انك اول ما تحمل تدخل تلعب على طول تلاقي كل حاجة في مكانها. اعدادات التحكم زي ما انت عايزها هتلاقيها. ورجعنا لكم مرة تانية يا اصدقائي بعد ما تم تحميل وتثبيت اللعبة وسجلنا بحسابنا ودخلنا اللعبة. دلوقتي في بعض الخطوات اللي احنا ممكن نعملها واللي انا شايفها مهمة جدا، انك بتيجي على الاعدادات وبتيجي على الرسومات. انا عن نفسي الاعدادات اللي انا بعملها سواء في القتال او في اللوبي انا عن نفسي بخليها سلسة وبشغل التسعين فريم بالشكل ده، وباجي هنا على القتال برضو بخليها سلسة وبشغل التسعين فريم بالشكل ده، تمام. هنا اختار اللون اللي انت عايزه، كولرفول
الكلاسيك اللي انت عايزه. بعد كده بنيجي على عناصر التحكم، بننزل شويه كده بالاسفل بنلاقي النظر الخاطفه، بنعمل لها تفعيل بالشكل ده. بعد كده بقى ايه الاعدادات، انت ظبطها براحتك. الاعدادات المهمه اللي هنا انك انت بتقطع على السهم ده بتاع التنزيلات، الحزمه دي مهم جدا انك تحملها الحزمه دي، تمام؟ ركز معايا، دي الحزمه بتاعت الخرائط، لو عايز تحملها حملها كلها عادي، او انك انت تيجي هنا تختار الخريطه اللي انت عايز تحملها يدويا. يعني شوف انت مثلا الخريطه اللي انت عايز تحملها ايه من الخرائط دي وبتقطع عليها بالشكل ده فبتبدا تحمل معاك، تمام؟ دي معاك ودي معاك، لو انت عايز تحملهم كلهم اوكي، لو عايز تحمل خريطه معينه بتبدا تحملها بالشكل ده. فده يا اصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يا اصدقائي يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه يا اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا، وتسلم ايديكم اصدقائي على الدعم اللي انتم بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني وبتفرحني، ربنا يسعدكم جميعا باذن الله. لو لسه اصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناه او اول مره تشاهدوا فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش يا اصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناه، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. انا مستني رايكم من خلال التعليقات يا اصدقائي، لو في اي استفسارات اكتبوها برضو في التعليقات وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم. انتظروها في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.